ترشوها يعني لجنه مكونه من ربعه ديال الفرق 2015 دازوا عندنا هذيك في 2016 الاخرى كانت في 2013 يعني خرجت 2012 2013 جات مرا وراجل حصونا من الرباط دابا عاد جات اللجنه مكونه من ربعه ديال الفرق حصونا جا القايد اللي قبل من هذا زكريا حصانا حتى هو بانه دار الاحصاء الثاني بان حنا كاينين ماشي ما كاينينش ويني دابا علاش الغاونا الناس اللي من ورانا عطاوهم مشاو وحنايا خلاونا علاش يخليونا حنايا حنا اللي عندنا حق في السكن حنا الاولين هادشي اللي كنطالبوا ما كلشي علينا جا الفيضان علينا جا الشتا والبرد علينا الصهد علينا انا شحال من مره هبطت للخدمه على رجليا وطلعت على رجليا حيت كنخدم نهار بنهارو ومني عادات كلشي هادشي اللي كتشوفوا كلشي كيخدم نهار بنهارو دابا انا براسي من الشهر الاخر مول الدار عالمني داك البيت اللي عندي في الكاريه في السطح يا نخلصو يا نخوي واش انا غنخرج نتشرد ومني عادات كل ما تبغي يخرجوا يتشردوا يعني يلقاو لينا الحل حنا الاولين يعطيونا ولا شوفوا اش يديروا معانا يجي يدوروا علينا دابا ويحرقونا من الاحسن الا كنا ماشي مواطنين مغاربه سمعتي كلشي غالي الزيت غالي السكر غالي كلشي غالي واش حنا محلتنا المعيشه دابا محلتنا للسكنه يردوا لينا ابراركنا كاننا كنحلوا باب ونصدوا علينا ونبركوا فيه اللي كلينا فيه اللي شربنا فيه الحمد لله وماشي بحال دابا حنا باركين في الزنقه دابا جينا من الصباح حنا كنغوتو باركين حتى حاجه ما درنا كنشربوها في الماء ونغوتو يعني حتى واحد ما خرج عندنا ويقول لك انتوما اش خصكم مالكم ولا شنو جينا واشنو ما معترفينش بينا ولا شنو هما الانتخابات كيضربوا بينا الانتخابات ديال